نعرف انه ناخذ مقابل الاخرين دونك خاصنا تكون جيستيون جيستيون ديال لا كونفيونس كونفيونس اون سوا ديال لا بريسيون اللي عندنا على باش نربحوا المقابلات وكذلك ديال لو ستريس دونك يعني ما جيستيون في هاد لي زيموسيون الحمد لله تغلبنا على هادشي وحاولنا من ناحيه التقنيه كانت مقابله قويه المقابله كنا كون دومينينا لان كنا لا من كونسيرفاسيون لا من ناحيه السيتواسيون اوفونسيف لا ليفيكاسيتي اوفونسيف كنا حتينا اللاعبين ديالنا انا في 15 بروميير مينوت نمشيو نديرو ان بوكو نحاولو ندخلو دونك ما نخليوش لهم اجاز باش باش الثقه لان عارفين عندهم ان ميوتا اكسبيريمونتي دونك ان ميوتا اكسبيريمونتي دي لا شويه طالع دونك خاص طلع لو ريم طلع لنا الكونسيتي باش تربح لي ديال ربحنا وربحنا دي سيتواسيون اوفونسيف ماركينا دوزيام مي تون نوت ستراتيجي درنا ان بلوك ميديوم مشينا في ترانزيسيون دونك حاولنا نبقاو كونترولي باغ كونتر بروميير مي تون لان كان الفرق ما بين دوميني كونترولي دوميني هي انك دير كونسيرفاسيون تشوف لي سيتواسيون اوفونسيف كونترولي انك دير ان بلوك ميديوم تلعب عقلانيه وتشوف لي ترانزيسيون وتستغلهم الحمد باش نبطلو المقابله الحمد لله على هذا اللقاء مباراة مهمة دونك باقا لنا 3 ماتش 3 ماتش باقاش لا مجال لتسريع النقاط دونك خاصنا نبقاو كامل كونسونتخي باقا ما درنا والو وباش ما ننساش الشكر لهذا الجمهور الجمهور اللي حاج اليوم المساندة ديالنا برافو هادو هما ولاد الدفاع هادي هي المدينة الجديدة دونك الحمد لله ملي كنشوفو الجمهور على ولاد الجديدة وكنفهم راه تبوليشة كتبعنا دونك الحمد لله على هذا الانتصار ونتمناو باقي المقابلات نبقاو حاطين رجلنا في الارض ونشوفوا دائما لوبجيكتيف ديالنا فينا فيكسي لا لينا لا الجمهور لا المدينه كلها هو لا مونتي ان شاء الله وما غاديش نتنازل ان شاء الله. اول سؤال تفضل.